رغم الإعلان عن تراجع سعر الدولار أمام الريال اليمني، إلا أن الاحتجاجات تتزايد. السلطة المحلية في عدن أقرت تثبيت سعر الدولار عند 497 ريالاً بعد أن تجاوز 600 ريال. أقدم المحتجون في العاصمة المؤقتة على إشعال النيران في الإطارات وإيقاف الحركة في الكثير من شوارع المدينة، كما أجبرت المحلات التجارية على إغلاق أبوابها إما بالتهديد أو نتيجة المخاوف من انعدام السلع في الأسواق بعد نفادها من محلاتهم. كما تناقل الناشطون إفادة شهود عن انتشار عدد من المحتجين في الشوارع والتجوال بمطالب خرجت من إطارها الاقتصادي إلى السياسي، ونادوا برحيل الحكومة الشرعية، كما طالبوا برحيل التحالف بقيادة السعودية، والذي يحمله المحتجون تدهور الأوضاع وعدم إتاحة الفرصة أمام الحكومة لبسط سيطرتها على المنافذ وتحصيل الأموال والبدء بتصدير المشتقات النفطية، وهي حلول بإمكانها مواجهة التدهور الحاصل في قيمة الريال اليمني وعدم استقرار أسعار الصرف. ولم تقتصر الاحتجاجات على مدينة عدن، بل شملت مدنا أخرى بينها مركز محافظة الضالع التي شهدت تظاهرات وقطع الطرقات، وذهبت في اتجاهات أخرى وتحولت المطالب من توفير السلع وتثبيت الأسعار إلى قطع الطرق والسيطرة على منشآت تقدم خدمات أساسية للمواطنين.